حقيقة عندما بدينا نشتغل على صياغة الدستور كانت هنالك عديد من المخاوف لدى التونسيين والتونسيات من أن كوننا نمسوا من نموذج الحياة وأسلوب الحياة متاع التونسي. واليوم الصياغة اللي وصلنا لها في الحقيقة تدعو إلى الاطمئنان، لأن وصلنا باش نوفقوا ما بين التشبث بالهوية العربية الإسلامية اللي هي جذورنا في البلاد هذه، وكذلك حقوق الإنسان الكونية والدولة المدنية. هذه لأول مرة تقع التنصيص على مدنية الدولة في الدستور التونسي، ومدنية الدولة معناتها دولة القانون، دولة المواطنة، السيادة للشعب. كل القيم هذه والمبادئ هذه يعني مهمة بالنسبة للموضوع بتاع الدستور. زاد كذلك الدستور فيه كل الحريات، ما ثماش حرية ما عبرناش عليها. 20% من النص متاع المشروع الأخير للدستور هي مخصصة للحقوق والحريات، يعني الحقوق الاجتماعية، الحقوق السياسية، الحقوق الثقافية. ثم تجنبا لما كان يحصل في الدستور السابق كونه نضمن حقوق لكن نجي نعمل قانون ويلتف على الحقوق هذه والحريات، ضمننا في الفصل 48، يعني أكدنا على أن كل القوانين يلزم تصاغ بشكل لا يمس من جوهر هذه الحقوق والحريات. الفصل 48 فصل هام، وتعرفوا اللي ما وصلنا للتوافق عليه إلا بعد جهد كبير. كذلك الدستور يكرس استقلال القضاء كسلطة مستقلة لأول مرة في دستور تونس. نتحدث على المحكمة الدستورية، وتعرفوا الدور الهام تاع المحكمة الدستورية في حماية القوانين وتطابقها مع الدستور. لأول مرة كذلك في الدستور نتحدث عن السلطة المحلية، يعني لا مركزية السلطة، يعني هنالك العديد من الجماعات المحلية اللي هي منتخبة. التسيير يكون تسيير حر، الشيء نعم. اللي يهم الجهات ما عادش يتقرر نعم. يعني على المستوى المركزي في القصبة. ثم المسألة الهامة الأخرى، بعثنا لأول مرة هيئات دستورية نعم. تختص بحقوق نعم. الإنسان، تختص بالإعلام، تختص بالانتخابات. نعم، اسمح لي بالمقاطعة. نعم، اسمح لي بالمقاطعة. الحكم الرشيدة ومقاومة الفساد، يعني 5 هيئات دستورية ما كانتش موجودة في الدستور القديم، وهي ضامنة للتواصل ولخدمة القضايا الاجتماعية لكل المواطنين. ثم الفصل الهام، الباب الهام اللي يخص النظام السياسي، سميناه نظام سياسي مختلط، وفي الحقيقة حبينا نقطعوا مع منظومة الاستبداد ومركزة السلطة بين يدي طرف كان رئيس الجمهورية في يده كل السلطة. نعم نعم، اسمح لي بالمقاطعة سيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي، لأن هناك انتقادات حادة لهيئة التنسيق. رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نعم. واحد منتخب مباشرة من طرف نعم. التونسيين والتونسيات، والآخر يكسب الثقة متاعه من البرلمان. عدينا وقت طويل، ربما البعض يتصور كونه فيه شيء من البطء، لكن هذا الدور قامت به لجان تأسيسية طوال قرابة عام وأربعة أشهر، ثم انكبت عليه هيئة التنسيق والصياغة. عملنا 10 جلسات يعني مطولة، في بعض الأحيان ليلية، للحديث والنقاش حول نتائج الأعمال اللجان التأسيسية. ثم عدينا 5 أيام مع نعم يبدو أن هناك